الى تفاصيل اهلا بكم أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستحضرات الطبية في سامراء أحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن عزمها طرح خمسين مستحضرا دوائيا جديدا ضمن خطتها لهذا العام وقال مدير عام الشركة عبد الحميد عبد الرحمن محمود السالم في بيان أن خطة الشركة لهذا العام تتلخص في ثلاثة محاور هي زيادة الإنتاج وإدخال أصناف جديدة من الأدوية الجديدة مع الاهتمام بالتعبئة والتغليفة مشيرا إلى أن الشركة تعمل على زيادةِ الإنتاجِ ليصلَ إلى نسبةِ 35٪ عبرَ اتّباعِ طريقةِ تسويقٍ جديدةٍ تعتمدُ طلبَ الوكلاءِ